مشاهدينا الكرام لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه للتوصل باحدث الاخبار الوطنيه والدوليه. في اول رد رسمي منها كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون عن حقد دفين تجاه المغرب في لقاء تلفزيوني بثه التلفزيون الجزائري يوم امس الاحد ورفض الرئيس الجزائري بشكل ضمني اليد الممدوده من الملك محمد السادس لبناء علاقات اخويه قويه بين البلدين واعتبر الرئيس الجزائري أن العلاقات لا تزال كما هي، مشيراً إلى أنه سحب سفير بلاده من الرباط بسبب ما صدر عن سفير المغرب نيويورك، وفي ذات السياق قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون أن بلاده كانت إلى جانب نيجيريا وجنوب إفريقيا من يقود القارة الإفريقية، ولمح تابون إلى قوة المغرب دون أن يأتي على ذكره بالاسم، حيث قال بأن تأثير بلاده بشكل كبير ولم يفوت تابون الفرصه ليشير الى ان بلاده عرفت تقهقرا غير مسبوق قاريا حينما قال بان حضوره قمه الاتحاد الافريقي كشفت عن صعود دول اخرى لتكون رائده في القاره الافريقيه دون ان يشير الى اسم المغرب. نشكركم على حسن المتابعه الى اللقاء.